اهلا بحضراتكم مره تانية من محافظه الغربيه وتحديدا من مدينه طنطا. النهارده احنا هناخدكم في جوله في المحافظه في كل مراكز المحافظه عشان نتعرف على هذه المشروعات اللي بتتم بالفعل على ارض المحافظه. هنروح مثلا سمنود نشوف اعمال تطوير الكورنيش اللي حصلت هناك. هنشوف المحطه، طبعا سمنود بتعتبر المحطه الخامسه من رحله العائله المقدسه واللي بيعتبر مزار مهم جدا للسياح من الخارج. تم تطوير هذا المسار، طبعا كان في رحله العائله المقدسه جايين من تل بسطة من محافظة الشرقية ورايحين المحطة اللي بعدها وادي نطرون في الصحراء الغربية. مكثت السيدة العذراء فيها 17 يوم في هذه المنطقة، شملت أعمال تطوير كبيرة جدا في سمنود. بالإضافة إلى ده في جامعة تكنولوجية مهمة جدا كمان في سمنود، وتحديدا في قرية اسمها بهبيت الحجارة، يعني جامعة تكنولوجية موجودة داخل قرية في مركز ومدينة سمنود. برضو هنعرف على تخصصات هذه الجامعة اللي بتخدم على المنطقة، سواء بقى الغزل والنسيج أو الصناعات الغذائية الموجودة في المنطقة. كمان هنروح المحل عشان نشوف التطوير اللي حصل في شارع البحر، اللي حصل في كورنيش بحر شبين في المحلة، التطوير اللي حصل في مستشفى المبرة وزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى وزيادة عدد الأسرة، بالإضافة إلى الخدمات وتدريب وتأهيل الكادر الطبي الموجود في مستشفى المبرة في المحلة. هنعدي برضو كمان على كفر الزيات عشان نشوف إيه اللي حصل فيها من أعمال تطوير، سواء في الكورنيش اللي بيتم اعمال التطوير هناك من اعمال اناره وتشجير واعمال رصف للكورنيش عشان يكون متنفس هو الاخر لاهالي كفر الزيات والكفور المجاوره كمان لكفر الزيات. هنعدي كمان على محلج القطن اللي موجود في كفر الزيات، بيعتبر من اهم المحالج الموجوده في المنطقه، اللي بيشهد اعمال تطوير واستخدام معدات وتكنولوجيات جديده لم تكن موجوده في مصر، بيعتمد على تكنولوجيا امريكيه وتكنولوجيا هنديه وبيستخدم انظمه حديثه تزيل هذه الشوائب الموجوده في الاقطان عشان نطلع القطن ويرجع القطن المصري مره اخرى الى سابق عهده. طبعا زي ما قلت لحضراتكم احنا موجودين النهارده في محافظه الغربيه وعندنا جوله في كم المشروعات اللي بتتم، لكن بما اننا موجودين حاليا في مدينه طنطا فهستكمل حديثي عن التطوير اللي حصل في القطاع الصحي في طنطا. اتكلمنا طبعا عن المستشفى المنشاوي وعن معهد الاورام الجديد اللي بيتم انشاؤه هنا في محافظه الغربيه وتحديدا في مدينه طنطا لخدمه اهالي المحافظه والمحافظات المجاوره. اتكلمنا كمان او من المهم ان احنا نتكلم عن مجمع التامين الصحي. مجمع التامين الصحي اللي موجود هنا في مدينه طنطا بيشهد أعمال تطوير كبيرة جدا وخدمات جديدة بتضاف إلى هذا المجمع في قسم الأورام فيه 32 سرير، ده غير طبعا معهد الأورام اللي كنت لسه بتكلم مع حضراتكم فيه من شوية. في قسم الأورام، في قسم الإجراحات التجميل، في نجحوا من فترة قريبة جدا في شهر سبتمبر اللي فات في تركيب منظمات للقلب داخل وحدة القسطرة، ودي خدمات جديدة بتضاف إلى هذا المجمع. خلونا دلوقتي ناخدكم ونروح نشوف تقرير عن التطوير اللي حصل في المجمع الصحي في مدينة طنطا في محافظة الغربية، ونرجع لحضراتكم مرة تانية. المجمع الطبي ده من أكبر مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي اللي موجودة في فرع الغربية، وبالفعل هو تم تطوير تقريبا حوالي ما يقرب من 90% من مستشفى المجمع. تم في الفترة الأخيرة افتتاح عدد من القاعات الرعايات. دلوقتي المستشفى فيها حوالي 42 سرير رعاية مركزة ومتوسطة، بالاختلاف الخدمات اللي بنقدمها من رعاية مركزة لرعاية قسطرة لرعاية قلب. في عندنا طبعا خدمات تم استحداثها بافتتاح القسطرة في الشهر اللي فات. الخدمات اللي احنا بنقدمها، طبعا احنا بنقدم القسطرة التشخيصية والقسطرة العلاجية. من ضمن الحاجات اللي احنا بنقدمها كمان في الفترة الأخيرة اللي هو تركيب منظم ضربات القلب المستديم. المجمع بيقدم الخدمات اللي هي للمرضى الداخلي، لكن في العيادات الخارجيه دي اللي بتبقى تابعه للتامين الصحي، ودي محيطه بالمجمع الطبي، في منها عياده علي بن ابي طالب وعياده خالد بن الوليد، وهي دي اللي بتقدم الخدمات بتاعه صرف الادويه والكشف الخارجي بالنسبه للمرضى. بالنسبه لقاعات العلاج الكيماوي عندنا، احنا طبعا هي قاعات العلاج الكيماوي عندنا قاعتين مجهزين، كل قاعه منهم 15 كرسي للمرضى، بس احنا استحدثنا في كل قاعه سرير علشان الاي ار، لان كان بيواجهنا في بعض الاحيان ان لما مرضى كان بيحصل لهم اي مشاكل طبعا لا يمكن اقدر اعمل ريسسيتيشن للمريض على كرسي، فاحنا استحدثنا ان احنا عملنا زي جزء في القاعه ده عبارة عن يونت اي ار، بحيث ان لو اي بيشنت حصل له حاجة فاحنا بنبدأ نتعامل معاه في القاعة لحين الانتهاء من الموضوع ونقله بعد كده لحد للعناية او التعامل مع الموضوع.